في قلب إسطنبول حيث التاريخ يلتقي بالخلود، يقف مسجد السلطان أحمد شاهداً على روعة العمارة العثمانية عبر ستة قرون، بني بين عامي 1609 و16، ويعكس هذا المعلم الفريد رؤية السلطان أحمد مازجاً بين الروحانية والجمال المعماري. يعرف أيضاً بالجامع الأزرق، لقبه الذي اكتسبه من الزخارف الزرقاء الساحرة التي تزين جدرانه، وهو يضم بين جنباته حدائق خضراء ومكتبة تاريخية معلناً عن عظمته وجماله. تحتضن قبابه الثمانية ومآذنه الست التي ترسم سماء إسطنبول قصصاً عن الإبداع العثماني والعمق الحضاري. يقف الجامع كرمز للجمال والإيمان، داعياً الأجيال إلى استلهام العظمة من تاريخه الغني وروح الحضارة الإسلامية التي يختزلها.